توجه جديد لإعادة بحث العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدنمارك. منتدى اقتصادي جمع رجال أعمال البلدين تم من خلاله التأكيد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والدنمارك. ندعو شركائنا الدنماركيين وهم مؤهلين إلى القدوم بالإنتاج في الجزائر ومن ثم التسويق والتصدير معا. اليوم هذا المنتدى الاقتصادي يهدف لترقية العلاقات التجارية. نحن هنا لوجود أرضية جيدة للشراكة بين المؤسسات الاقتصادية لكلا البلدين، ونتفق على أن الجزائر تمنح أهمية كبيرة للشراكة المتبادلة المنفعة. المنتدى توج بالتوقيع على اتفاقيات لتحديد فرص الشراكة في عدة مجالات، من بينها الإنتاج الصيدلاني عبر شراكة أبرمت بين مجمع صيدال ونوفو نورديسك بإنجاز مركب لإنتاج الأنسولين ببوفاريك، وبين حجم السوق التي يسعى الدنماركيون للاستفادة منها والخبرة التي يريد الجزائريون اكتسابها، فتحت آفاق لشراكات جديدة. من خلال هذا المنتدى قمنا بوضع إطار للعلاقات بين مؤسسات بلدينا، وهذا ما سيخلق النواة لشراكة ممكنة بينهما. نريد أن نفتح المجال للشراكة بين الجزائر والدنمارك في مجال طاقة الرياح لاستغلال إمكانيات الجزائر في هذا المجال. يكون في تبادل الخبرات وتبادل التجربة من أجل يعني لما لا تطوير الصناعة، صناعة توربينات الهواء في الجزائر، وهذا هو الهدف من هذا يعني هذا النقاشات اللي إن شاء الله تسمح إلى لما لا شراكة في هذا المجال. المبادلة التجارية بين البلدين وإن كانت محتشمة، إلا أن لقاء اليوم من شأنه إعطاء دفع قوي نظرا لامتيازات السوق الجزائرية. المبادلة التجارية بين البلدين هي ضئيلة وضئيلة جدا، يعني ما تتعداش سواء من 2016 إلى يعني الأشهر الأولى من 2018 ضئيلة جدا، ما تعداتش يعني 300 مليون دولار. لكن الشيء الإيجابي واللي نأكد عليه أنه اليوم هذا الملتقى الجزائر، ملتقى رجال الأعمال الجزائر الدنماركي، يعتبر نقطة هامة جدا. لما نشوف يعني وفد 17 مؤسسة ومن خيرة مؤسسات، معناها أنه الجزائر في اهتمامات السياسة الدنمارك. الدنمارك تسعى لتوسيع مجالات استثمارها بالجزائر للاستفادة من حجم السوق وأهميتها بالمنطقة، وفتح المجال أمامهم قد يخلق فرصا للانتقال من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التصدير، وهنا يكون مبدأ الشراكة رابح رابح.